اهلا بيكم في فيديو جديد. عايز ربنا يكرمك وتشوف انتاج للعصافير اللي انت مربيها، عايز تشوف زغاليل زي كده. سهل جدا والحل بسيط خالص. السر في ايه؟ السر في عظم الحبار او السبيا. ايه ده؟ ده اللي انتو شايفينه في الصورة قدام عينيكم دلوقتي. الحبار او عظم السبيا هو موضوع فيديو النهاردة اللي هنتكلم عليه. هنعرف فوائده ايه، هنعرف ايه اللي بيستفيد منه العصفور من عظم السبيا، هنعرف ايه هو عظم السبيا وبيجي منين ونشتريه منين، وهيفيد العصفور في ايه، وامتى احطه للعصافير، وهل اشيله ولا لأ. تابعني عشان تفهم. ولكن الاول بفكرك، لو انت اول مرة تشوفني تعمل لي لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل فيديو بنعمله جديد وتستفيد مننا. السيبيا او عظم الحبار اللي انت ما تعرفوش ان هو بيبقى جاي من حبار البحر اللي انت شايفه قدامك دلوقتي، ده كائن مائي. عظم السيبيا هو العظمة بتاعت ظهره. في كتير مننا اول مرة ممكن يكون يعرف المعلومة ديت، ولكن انا جايب لك فيديو توضيحي يعرفك ايه هي عظم السيبيا وبتيجي منين عشان تبقى عارف كل حاجة من اساسها. ده الحبار قدام عينينا اهو، الجزء اللي طلع دوت اللي هو الامعاء بتاعت الحبار دي احنا ملناش دعوة بيها. هيبتدي دلوقتي يطلع العظمه بتاعت الحبار من ظهره. ايوه هي دي، امسك، هي دي اللي احنا محتاجينها للعصافير. دي بتتجاب وبتتنشف بصوره كويسه وبتتحفز، واحنا بنروح نجيبها من عند محل العصافير بنقول له لو سمحت عايزين عظم السيبيا. طيب ايه فايدة عظم السيبيا للعصافير؟ مبدئيا كده عظم السيبيا بيبقى موجود في قفص العصافير بصورة دايمة، يعني حضرتك هتحط عظم السيبيا دايما للعصافير وتتابع وقت ما تخلص. العصفور بيقعد ينقر فيها كده ياكل منها، وقت ما تخلص بتغيرها وبتحط واحدة جديدة. طيب ايه فوائد السيبيا للعصافير؟ عظم السيبيا ده بيبقى فيه نسبة كالسيوم عالية جدا، بتمد العصفور بالكالسيوم اللي هو محتاجه. طيب هو ممكن الكالسيوم ده يقل عند العصفور؟ يقل من ايه؟ نقص الكالسيوم ده بيبقى قلة تغذية، او لو عصفورة بتجهز عش جديد، لو هي لسه بيضة البيض ده لقيته رقيق، قشرة البيضة كده رقيقة، تعرف العصفورة عندها نقص كالسيوم يبقى محتاجة عظم حبار. طيب لو العصفورة بتاكل البيض بتاعها يبقى عندها نقص كالسيوم. طيب العصفورة كانت بتبيض 5 بيضات، دلوقتي بتبيض بيضة او 2، يبقى عندها نقص كالسيوم. العش بتاع العصفورة اللي فات جابت 5 او 6 بيضات، والعش دوت جابت بيضة او بيضتين، يبقى نقص كالسيوم. طيب كل نقص الكالسيوم ده احنا ممكن نعوضه بعظم الحبار. دايما بيبقى محطوط في القفص بصورة دايمة، العصفور بيقعد ياكل منه، بيمد احتياجه بالكالسيوم. العصفور عارف هو محتاج قد ايه من الكالسيوم ده. الكالسيوم يقدر يفيد العصفور، بيقوي عظمه. الكالسيوم بيقوي البيضة بتاعت العصفور. الكالسيوم بيساعد على النمو بتاع الزغاليل بصورة سريعة. العصفور يطلع عظمه قوي، ريشه حلو، صحته كويسة. كل دوت بيبقى موجود في عظمة الحبار ديت، فما تستهونش بيها لان هي سر الانتاج الغزير للعصافير. اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده مشبك تعليق السيبيا او المساكة بتاعت السيبيا اللي بنحط فيها عظم الحبار. دي برضو بنشتريها من عند محلات العصافير، بيبقى سعرها من حدود 3 ل5 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه.
دي طريقة عملها سهل جدا. بنحط هنا عظم الحبار بالحديدتين دول كده، سوستتين بنثبته بيها، بيبقى عاملين كده زي المشبك على عظم الحبار، وليها هنا زاوية كده من هنا ومن هنا عشان نقدر نعلقها في القفص، وبتفضل موجودة بصورة دايمة في القفص ده كده بعد ما علقنا عظم الحبار فيها، ودي بتبقى بصورة دايمة جوه القفص ما بتشلش، ووقت ما بتخلص بنحط عظم سيبيا جديد. ده كان كل حاجة النهاردة. لو استفدت بأي معلومة مني ياريت تدعمني بلايك واشتراك للقناة عشان نقدر نقدم كل يوم فيديو جديد مفيد. شكرا.